السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة فادية أحمد استشارية الأطفال في مستشفى الأحساء. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية حبيت اليوم أحكيكم شوي عن خصائص وفوائد الرضاعة الطبيعية عند الأم وعند الطفل. تعتبر الرضاعة الطبيعية أو حليب الأم الغذاء الوحيد والأمثل للطفل خلال الستة أشهر الأولى من حياته، وهذا ما توصي به منظمة الصحة العالمية WHO. نتيجة لدراسات وأبحاث كثيرة أثبتت أهمية الرضاعة الطبيعية. حنبلش أول شيء بالرضاعة الطبيعية، أهميتها من ناحية الطفل ومن ثم من ناحيتها من ناحية الأم. أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل، نعلم جيداً أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من كثير من الأمراض، وذلك على احتوائها على المضادات الحيوية الطبيعية، فهي تحمي من النزلات المعوية، من التهاب الأذن، بالإضافة إلى بعض الالتهابات الرئوية. وذلك أثبتت الدراسات أنها تخفف جداً من نسبة الإصابة بأمراض الجلدية وخصوصاً الإكزيما. المدى البعيد معلوم جدا أنها تخفف من الإصابة بالسمنة عند الأطفال، بالإضافة إلى السكر رقم 2. بالنسبة للأم الرضاعة الطبيعية مهمة جدا، فهي تخفف من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض أو سرطان الثدي. كما معلوم أيضا أن الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى تخفيف من النزيف ما بعد الولادة عند الأمهات بسبب عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بشكل مبكر جدا. نعلم جيدا أن ما بعد الولادة يحدث هناك اضطرابات هرمونية كثيرة عند الأمهات، وهذا ما يؤدي أحيانا إلى بعض الاضطرابات النفسية. فالرضاعة الطبيعية توطد العلاقة ما بين الطفل والأم، وهذا ما يخفف من احتمالية الاضطرابات النفسية. أيضاً لا ننسى أن الرضاعة الطبيعية تعتبر الرجيم الأمثل لتخفيف الوزن عند الأم ما بعد الولادة، فهي تؤدي إلى إنقاص الوزن بشكل طبيعي. أخيراً بحب بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية أنه أتمنى لجميع الأمهات دوام الصحة والعافية، وبقول لهم أنه أهم هدية وأغلى هدية ممكن تقدموها لأولادكم أنه ترضعوهم. لا بديل لحليب الأم، لا بديل لحليب الأم.